البنات سلميني كيك الصراحه جاو رائعين بهذا الليمون العجيب وحتى بهذا، وغنوريكم النتيجه النهائيه. نقطع معكم وحيده كيف ما كتشوفوا هنا تبارك الله شحال رطبين وخفافين، انتم كتشوفوا النتيجه بعينيكم. ونخليكم مع تتمه لا فيديو، وما تنسوش انكم تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، والبارطاج باش تعم الفائده على الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على الجميع، مرحبا بكم في القناة، قناتي وقناتكم الموندو دي كريمة غلوتين فري. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم ميني كيك كيجيو رائعين ولدات، وحتى طريقة التزيين اللي غادي نعمل كتجي زوينة. هنا غادي نعمل جوج بيضات بسم الله على بركة الله، وغادي نضيفو كأس الا ربع سكر حبيبات، وغادي نضربو بطبيعة الحال بالطراب الكهربائي بهذا الشكل. من بعد ما طربنا الخليط وحصلنا على هذا الشكل، غادي نضيف كأس حليب نفس القياس اللي كتعبروا به يعني الزيت والحليب والسكر، كأس حليب، وبالنسبة للزيت كأس إلا ربع. غادي نبداو نضيفو الزيت على الخليط، وغادي نضيفو مباشرة دقيق خالي من الجلوتين. أنا كنستعمل هاد النوعية كيف ما كتشوفو هنايا، شار خاص بالحلويات يعني شار ميكس سي. غادي نضيفو الفاني، لما عندكمش الفاني يمكن لكم تضيفو بشر الليمون او البرتقال. دابا غادي نضيفو الدقيق بشويه بشويه طبيعة الحال من بعد ما كنغربلوه، تبقى كميه الدقيق عينكم ميزانكم. الصراحه انا كنفضل انني نستعمل شار ميكسي حيت يكون ذو جوده عاليه، وحتى الحكاك ديالو كيجي خفيف وكيجي زوين، وما كتحسوش بانكم راكم كتاكلوا يعني كيك بدون جلوتين. دابا غادي نضيفو شويه ديال الدقيق، كنحس بانه مازال خاصني. واخر شيء هو اضافه الخميره حلويات من فئه 15 غرام يعني جوج خمارات حمرين. انا هنا غادي ندهن الليمون ديالي بالزيت او الزبده، انا عملت هنايا الزيت، وغادي نغبر عليهم القليل من الدقيق خالي من الجلوتين. صافي، وكنحاول اننا نمرها على الجوانب، وغدا نفرغها في المول اخر حتى نكمل الليمون اللي عندي هنا 6 ديال الليمون. من بعد ما دهنت هنا الليمون كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، غدا نضيف هنا خميره حلويات طبيعة الحال من بعد ما غدا نغربلها. ماما معلقه صغيره صافي تغربلات بلاش. صافي دابا غادي نخلطها بهذا الشكل، ومباشره غادي نملا. دائما كتخليو الخميره حتى الاخير باش الوقت اللي غادي يختمر عندنا الكيك غادي يختمر في ليمول. صافي بواحد السرعه كيف ما كتشوفوا هنايا، غناخذ واحد المعلقه كبيره نتوما على هذا الشكل، نحاول غير نملا فقط ملعقتان كبيرتان، ومن بعد الا خصني يمكن ليه نضيف. دائما كنخليو واحد القياس باش يرتفع معانا العجين. الى شاط لي هنايا الخليط غادي نعمل عندي ليمول ديال بابي، يمكن لي نستعملهم. دابا غادي نعمل الخليط على هذا الشكل، هذا القهوه اللي عندي ديال بابي. هذه طريقه اسهل انكم تعملوا الكب كيك.
غادي ندخلهم الفران، غادي نحيدهم دابا من الليمون، دابا راه مازالين سخانين. هما هادو الصراحه جاوا رطبين ومحمرين وزوينين، وهادو الشكل الثاني اللي درتهم حتى هما نيت فرديين، حيدو من الليمون ديالهم. دابا غادي نمشيو للتزيين النهائي. عندي هنا كميه ديال الشوكولا نوفي، راه كتكون دائما بدون غلوتين، كتلقاوها في اي سوبر. غدا ندوبها في حمام مريم ونرجع معاكم. دائما كندوبو الشوكولا على هذا الشكل، كندير كاسرونه وسط كاسرونه، التحتانيه فيها الماء والاخرى فيها الشوكولا، وغندير فيها قطرات ديال الزيت العاديه. عندي هنا مربى المشمش، غدا نزين بهذه الطريقه من الوسط ومن الجوانب. كيف ما قلت لكم كيبقى التزيين اختياري، زينوا كيف ما تحبوا. الا بغيتوا تعملوا يعني الكريمه ديال الشوكولا او الكريمه البيضاء، يمكن لكم تستعملوها. عندي هنايا، عندي هنا الكاوكاو او الفول السوداني هرمشو على هذا الشكل، وغدا نزين به بهذه الطريقه ونضيفوا القليل منه، وغدا نضيفوا خطوط ديال الشوكولا. كنعملوا خطوط على هذا الشكل، والتزيين النهائي كيك بدون غلوتين او كاب كيك، غادي يحبوه الوليدات ديالكم بالنسبه لمرضى السيلياك وحساسيه الغلوتين. غادي نكملوا التزيين ديالنا بنفس الطريقه. صراحه جا الكيك خفيف بزاف، لدرجه انه بعد الجوانب لصقوا لي في ليمول. ناخذ غير القليل من المربى، يمكن لكم تخليوهم هكا بلا تزيين حتى هما كيجيو زوينين، ولكن عاوتاني شكل منظر اخر الا زينتوهم بهذه الطريقه. شوكولا فوندانتي حتى هي كتعطي واحد المنظر اخر، شفتو وخفيف، كتشوفوا بان الكيك راه خفيف في اليد ديالي. نبقاو مستمرين حتى نكملوا الكميه كلها اللي عندنا، ومن بعد نوريكم النتيجه النهائيه. لي كميني كيك هادو اللي هنايا زينتهم حتى هما بالمربى، حبيبات ديال الشوكولا، وهادشي راه كله بدون غلوتين البنات. كنتمناكم انكم يعجبكم لا فيديو، وتعملوا اشتراك في القناة اللي مازال ما مشتركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفة جديدة من الوصفات الخالية من الغلوتين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.